المحطات المزدهرة. على هذه السكة الحديد يمر القطار 4 مرات في اليوم، من الجبل إلى المدينة، ثم من المدينة إلى الجبل مرة أخرى. وكانت هناك قاطرة تسحب عربات المسافرين وعربات البضائع. وكانت هناك 5 محطات صغيرة على طول الطريق، وفي كل محطة كان هناك ناظر محطة. آخر محطة! هذه هي آخر محطة. راكبان يستعدان للنزول. ناظر المحطة يشعر بالوحدة اليوم أيضاً. حول القطار اتجاهه ليعود إلى المدينة مرة أخرى. ويصبح ناظر المحطة مشغولا جدا عندما يصل القطار. كل شيء جاهز، مع السلامة. لا أرى هنا ركابا أبدا. ولأن الركاب أصبحوا قليلين، كان الناس يقولون إنه من الأحسن استبدال خط السكة الحديد بطريق عادية. أتمنى لو كانت هناك طريقة لزيادة الركاب في القطار. القرية أيضا أوضاعها سيئة جدا. يا ناظر المحطة، عيد ميلاد سعيد يا سيدي. عيد ميلاد من؟ أليس اليوم عيد تأسيس المحطة؟ نعم، لقد تذكرت. نعم، أنا مسرور بوجود ناس يتذكرون هذا. من المؤسف أنني نسيت ذلك، معذرة. أخبرتني جدتي بهذا، فذهبت لألتقط زهورا لك. تفضل. شكرا لك. باقة ورد لعيد تأسيس المحطة. شكرا. ما أجمل الورود، فعلا منظرها جميل ورائع. نعم، إنها تبعث البهجة في الأجواء. نسي ناظر المحطة أنه كان وحيدا. أتذكر يوم جاء أول قطار إلى هذه المحطة. كان ذلك كأنه المهرجان في القرية، وكان الناس يترقبون القطار دقيقة بدقيقة. ولم أستطع منع نفسي من البكاء عندما ظهر القطار بصوته الهادئ. لقد كان كأنه قطار من الزهور. وجدتها! فلنجعل المحطة مليئة بالأزهار. إنها فكرة جميلة. نعم، هيا بنا ننفذها يا عزيزي. وتحدث ناظر المحطة الأخيرة مع باقي نظار المحطات 4. ماذا لو جعلنا كل محطة مليئة بالخضرة والأزهار؟ سنجعل المسافرين سعداء بوجود الأزهار في المحطة، فما رأيكم يا أعزائي؟ رائع، فكرة جميلة جدا. أنا أؤيد هذه الفكرة. وأنا كذلك، فلنزرع المحطات وردا إذن. وكل محطة عليها أن تزرع زهورا من نوع مختلف. رائع، فكرة جيدة. وتم صنع أماكن لإنبات الزهور في كل محطة، وقد شارك الأطفال في العمل، ووضعت أحواض الزهور في جميع المحطات وحولها وفي كل مكان من القرية. وعمل كل نظار المحطات بجد واجتهاد، وبقي الجميع بانتظار أن تزهر الورود. والآن ها قد جاء الربيع.
زرعت المحطة الأولى بعد المدينة بزهور الهندباء البرية، وزرعت المحطة الثانية بنبات التوليب، وكان الركاب مسرورين لرؤية الأزهار. يا للجمال! لنخبر الناس في المدينة بهذا. ما أجمل الورود! الناس في المدينة قلما يشاهدون الأزهار بسبب كثرة البنايات والمصانع من حولهم. إلى أين تسافرين؟ أنا ذاهبة لمشاهدة الزهور في المحطات، يقولون إنها رائعة في هذه الأيام. لقد شاهدتها الأحد الماضي، لقد كانت جميلة جدا. المحطة الثالثة كانت مزروعة بأزهار كوب الماء. إنها جميلة حقا، رائعة. وبدأ الناس يزورون المحطات لمشاهدة تلك الزهور، وازدادت عربات الركاب لتصبح ثذا. المحطة القادمة محطة عباد الشمس، محطة عباد الشمس. يا لروعة أزهار عباد الشمس حين تتفتح. عباد شمس جميل. جميلة، زهور رائعة. شكرا لحسن ذوقكم. انطلاق. المحطة القادمة هي آخر المحطات. لو سمحت، ماذا لديهم من أزهار يا عامل القطار؟ انتظر وسترى بنفسك يا سيدي. آخر محطة. زرعت المحطة الأخيرة بأزهار الأظالية الجميلة. ناس كثيرون يزورون المحطة، وناظر المحطة يبدو مسروراً الآن. ومرت 3 سنوات، وأصبح الناس يطلقون على المحطة اسم محطة الأظالية، والمحطات الأخرى تغيرت أسماؤها أيضاً، وصارت كل محطة تحمل اسم نوع الأزهار المزروعة فيها. وتم استبدال القطار بقطار ديزل جديد في الجبل، وكان الناس يزورون المحطات من مدن بعيدة للتمتع بالهواء النقي. ومرت سنوات أخرى بعد ذلك، وازدهرت الأزهار الموسمية في المحطات. محطة الأظالية؟ محطة الأظالية. أوه، لقد تغير ناظر المحطة. نعم، لقد كبر الآخرون وتقاعدوا. ناظر المحطة الشاب أحب الزهور جدا. يا ناظر المحطة. نعم يا ابنتي. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد؟ اليوم هو يوم ميلاد هذه المحطة، وقد جلبت زهورا لك. حقا؟ هل اليوم هو عيد ميلاد المحطة؟ شكراً لك. هل تذكرون هذه الفتاة؟ إنها هي البنت التي أحضرت الزهور لهذه المحطة في البداية. ولم يكن أحد في القرية يعلم متى زرعت الأزهار في المحطات، لكن الأزهار ظلت تنمو وتزدهر في المحطات الخمس. رجل الخبزة والمرأة الشريرة. يستيقظ خباز القرية مبكرا ونشطا كل صباح كعادته، وها هو يصنع الخبز للناس. خبز طازج حار من الفرن، خبز دافئ، خبز لذيذ، خبز دافئ. ساعدوني.
صديق الخباز، ماذا أصابك؟ من؟ صديقي؟ شكراً لمجيئك. ساعدوني، إني جائعة، ساعدوني إني جائعة. من ينادي؟ هناك من يبكي لأنه جائع، لابد أن أذهب لمساعدته، لابد من ذلك. وطار رجل الخبز بعيداً في السماء ليساعد أحدهم. توقف! أنت من هناك، توقف! لماذا تستوقفينني؟ أنا رجل الخبزة. أنت لست سوى خبزة، سأرميك بعيدا إلى الأرض. اذهب، هيا. أنا يا ترى، هذه الغابة لم أرها من قبل. أنا سعيدة لأنك جئت. هذه نهاية حظك. هكذا ستنكمش وتتضاءل. صرت صغيرا. هذا أفضل لك. أستطيع الآن أن آكل وجبتي. أصبح رجل الخبزة صغيراً وأخذ إلى هذا البيت القديم. ماذا تفعلين؟ أعيديني إلى ارتفاع السابق، هل تسمعين؟ لا تكن وقحا، ابقى هنا، ابقى هنا. سآكلك فيما بعد يا خبزة. لقد صرت صغيرا، ماذا يمكن أن أفعل؟ ساعدني يا إلهي، ساعدني، إني جائع، جائع جدا. نذر في القدر، عجيب. هل أنت الذي كنت جائعا وناديتني من قبل؟ لكنك صغير جدا يا نمر. الشريرة هي التي جعلتني صغيرا. لا تبكي يا نمر، فلنتحد أنا وأنت ونهزم الشريرة بقوتنا المشتركة. لكن قوتي ذهبت لأنني جائع جدا. سوف لن تكون جائعا لو أكلتني. نعم، كل هذا النتوء، صنعت هذا عندما سقطت هنا. هيا كل، هيا. حسنا، نولي إياها.
أعتقد أن سر القوة السحرية في القبعة السوداء، سأذهب لأنتزعها. دعيني أكبر، دعيني أكبر، هيا. طار البوم هربا، توقف، لن تستطيع الهرب يا بوم، سأصطاده. سامحني. الآن جاء دورك، خذ. حسنا أيتها الشريرة، لن تؤذي أحدا بعد اليوم، هيا اذهبي. لقد أصبح شكلها طريفا جدا، لن تستطيع عمل الشر بعد الآن. حسنا أيها النمر، وداعا. وداعا يا رجل الخبز، وداعا، شكرا لك على مساعدتي. وداعا. وداعا. وهزم رجل الخبزة تلك الشريرة، وهكذا علينا إذن أن نهب لمساعدة المحتاجين إلينا، ونتعامل مع الآخرين بحب وطيبة وإخاء، كما يفعل الرجل الخبز كل مرة. شاهد.